استقبال رمضان هذا السنة في ظل العدوان والقصف السعودي الأمريكي يزيد من معاناة الشعب اليمني في ظل ارتفاع الأسعار وعدم توفر السلاح والحصار البري والجوي والبحري وعدم دخول السلع والبضائع إلى اليمن. إن شاء الله إحنا صامتين، ما في ولا أي حاجة تنقصنا، وبإذن الله إحنا صابرين وصامتين إن شاء الله ومنتصرين بإذن الله تعالى، ما في ولا أي حاجة. رمضان كان رمضان فكان العوام كلها سواء. نستقبل رمضان في ظل هذا الحصار الجائر الصهيوني العربي الذي يقوم على الشعب اليمني، ولكننا الحمد لله صابرين وصامتين. وعلى كل حال الامور كلها ماشيه طبيعي وما مش ولا اي حاجه، وان هذا الحصار لا يثني اليمنيين عن الروحاني في رمضان والاستقبال الشهر الكريم هذا. لا عام حقت.